أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا في حلقة جديدة في حوار آخر. تشهد البلاد حراكا سياسيا كبيرا في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة، ويشهد السودان بصفة متتالية ميلاد وتدشين أحزاب وتكتلات كثيرة في وقت تجاوزت الأحزاب والحركات والكيانات حاجز 200 جسم. فهل هي احتراف للسياسة من قبيل المهنة، أم مشاركة وتمثيل لم تجد في من سبق معبرا عنها، أم استعدادات جديدة أو جيدة من القوى السياسية للمرحلة المقبلة بعد فترة انتقالية؟ للمزيد من إلقاء الضوء على هذه الأسئلة معنا دكتور فتح الرحمن محمد فضيل، رئيس حزب بناة والمستقبل. دكتور فتح الرحمن أهلا ومرحبا بك. السلام أستاذ أمير، وتحياتي تمتد لأسرة الغناء قناة الشروق، وأرحب أيضا عبرك بالمشاهد الكريم، ونتمنى أن تكون حلقة يعني نجيب فيها على كثير من الأسئلة. يعني دكتور، تفتكر 200 حزب وتعدد الأحزاب والكيانات دي ظاهرة صحية؟ طيب، بلد ناقص أحزاب؟ خليني أنا أتكلم بشفافية كبيرة في مسألة الأحزاب وتعددها. أنا أعتقد أول حاجة الرقم الموجود الآن طبعا هو رقم فعلا متداول يعني، لكن هو رقم خاطئ. الكلام عن وجود احزاب تعدد 200 وكذا هو كلام ما صحيح. الاحزاب المسجله، وانا اخر حزب مسجل، رقمه 103 فقط. الارقام الاخرى هي كلها ارقام لاحزاب تعلن عن نفسها بالاخطار فقط، وما عقدت مؤتمراتها ولا عملت اي اجراء رسمي، وهي في 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 يعني 97 حزب ديل ما، لا دي ما حقيقيه. الاحزاب الحقيقيه المسجله فقط 103 حتى الان. هل زيادة ما كثيرة؟ ما كثيرة، أنا أعتقد أنه في كلام كثير جدا من الأخطاء الشائعة جدا الحديثة عن أنه واحدة من مشاكل السودان كسرت الأحزاب. أنا أعتقد أنه السودان يتحمل ثاني 103 حزب. وخلينا أجاوب لك السؤال ده، أنا أفتكر أنه في دول كثيرة يعني مثلا زي ساوث أفريقيا، جنوب أفريقيا الآن فيها أكثر من 300 حزب، بل وصلت في بعض الأحزاب ولائية موجودة في ولاية واحدة فقط. أيضا إسرائيل فيها أكثر من 200 حزب كويس، وايضا تمارس الديمقراطيه وهي وساوث افريقيا وبطريقه جيده جدا، بل الحزب الفاز في اخر انتخابات في اسرائيل هو كان الحزب تاسس قبل شهرين فقط من العمليه الانتخابيه من بين ال 200 حزب. فانا اعتقد انه عدد الاحزاب في السودان الحديث عن لكن القيمه شنو، انه في احزاب كثيره يعني شنو المعنى؟ لا انا اوريك المعنى. السودان واحده من اشكالاته الاساسيه السابقه انه مر باحزاب في بدايه الدوله الوطنيه الاولى احزاب طائفيه. والاحزاب الطائفيه هي احزاب قائمه على انه الرئيس هو رئيس الحزب الى ان يتوفاه الله. وحتى الاحزاب الايديولوجيه اللي جات بعدها الشيوعي او الاحزاب الاسلاميه نقد والترابي عليهم رحمه الله، حتى توفاهم الله كانوا على رؤوس احزابهم، مع انهم كانوا قائمين على نظريه نقد للاحزاب الطائفيه. اصبحوا هم ذاتهم طائفيين وقعدوا على احزابهم 50 سنه. الكلام عن انه احزاب جديده ده خطا، وعدد الاحزاب ده بيقولوا الاحزاب القديمه على اساس انهم يظل الشباب وكل السياسيين اللاحقين يكونوا موجودين خلف هذه اللافتات المغلقه من الامام، حتى انه نكون اتباع فقط. السبب في تعدد الاحزاب هو عدم ممارسه الديمقراطيه داخل هذه الاحزاب. يبقى الطريق الوحيد لانك تمارس العمل السياسي يا اما تظل واحد من الاتباع ل 50 سنه، او انك تعمل باي باس وتقوم بانشاء مؤسسات سياسيه جديده تمارس الديمقراطيه. عشان كده انتوا برضو استخدم مصطلحك باي باص ديه وهربتوا من جلباب المؤتمر الوطني، وكان شعاركم اننا نعيش في جلباب ابي. ما كده بالمناسبه، نحن اول حاجه انا اقول لك يعني على المستوى الشخصي، انا شخصيا مش مساله التمرد بس، لكن انا اصلا ما بؤمن بعمليه السكون في العمل السياسي ولا حتى في عمليه اخرى. انا افتكر انه نحن يوم من الايام انا كنت جزء من التيار الاسلامي العريض تمام، وكانت الواجهه الوحيده السياسيه هي المؤتمر الوطني اللي بتمارس السياسه. انا فارقتها بدري جدا يعني من بعد الجامعه مباشره، واسست بعد ذاك مع الدكتور راي صلاح الدين الاصلاح الان. فعلا كان الى حد ما في درجه كبيره جدا من الممارسه الرشيده والديمقراطيه وكده، وبدليل انه انا بلغت في الاصلاح الان كنت الامين السياسي للاصلاح الان يعني. ولكن في البرلمان يس عن الحوار الوطني. بعد كده بعد الثوره انا افتكر انه التاريخ حق السودان من بعد ثورة اكتوبر الى يعني نهاية الانغاز، ومن الثورة ثورة ديسمبر المجيد الان ولاحقا، دي تاريخين مختلفات.
يعني الفترة من 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 اكتوبر لحد قيام نهاية الانغاز دي فترة كانت يعني الاحزاب الايديولوجية بامتياز. الفترة اللي قبلها كانت قبل اكتوبر هي فترة بتاعت الاحزاب الطائفية. الفترة الجديدة الان بعد الثورة دي هي فترة الشباب عبر تكوينات جديدة. انا شخصيا افتكر انه اي عملية انتخابية غادمة الاحزاب الجديدة اللي حتنشا بعد ثورة ديسمبر هي الاحزاب التي ستحسم العملية الانتخابية. انا داري على الاصلاح الان ده. الاصلاح الان كحزب تاسس كفكرة ضد دكتاتورية المؤتمر الوطني واشبه بتيار منه حزب. الاصلاح الان كان تيار ضغط اكثر من انه حزب سياسي، بدليل انه هو اصلا قام بسبب احداث سبتمبر 2013 عندما قامت الثوره اندلعت في 2013 وتم غمعها بواسطه السلطه. انا اصلا ما كنت في المؤتمر الوطني، لكن مجموعه كانت في المؤتمر الوطني في الوقت ذاك 2013 برئاسه الدكتور رائد صلاح الدين خرجوا على المؤتمر الوطني ليست لتكوين حزب سياسي، خرجوا ضد الغمع. كنت في المؤتمر الوطني كعضو موجود في سجلات المؤتمر الوطني ولا متعاطف مع الطرح الاسلامي؟ لا اصلا انا لما قامت ثوره سبتمبر 2013 انا خارج السودان مغترب اصلا كطبيب. لما قبلها انا ما قبلها ايوه مرجعتك الفكريه. ايوه مرجعتي الفكريه، ما كلمتك من الاول قلت لك انا فعلا كنت حركه اسلاميه. ايوه نعم، ولكن لما قامت الثوره بتاعت سبتمبر 2013 قامت حركه بتاع الضغط من الاسلاميين بتيار عريض، بعضهم فارقوا الانغاز وفارقوا الحركه الاسلاميه من ناس طيب زي العابدين واخرين، كلهم كانوا اشواقهم مع هذا التيار. بدا حمله بتاع الضغط على المؤتمر الوطني. فلما انا جيت السودان ولقيت انه فعلا التيار بتاع الاصلاح الان بدا يتشكل وكان مضطر انه يتكون حزب بعد ذاك تحت ضغط السلطه، لانه تم فصل الشخصيات الغايده للحراك. فاضطروا لتكوين حزب سياسي. فكان الحزب السياسي بالنسبه لي حزب مناسب جدا، لانه هو حزب قائم على الاصلاح الريفورم على ما هو قائم ورافض لعمليه التعامل الصلف من قبل السلطه وضرب المتظاهرين. وكان ده سلوك زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يعني حلف في الجاهليه لو دعيت اليه في الاسلام لاجبته. وكان يقصد الحلف المعروف كان بيقيف مع المظلوم ضد الظالم. اي لكن ما شايف معي هسه مثلا برضه قد تستعجب لمواقف دكتور الطيب زين العابدين دكتور عبد الوهاب الافندي في ان انت جزء من المنظومه الاسلاميه دي لما تطلع منها كمعارض ما بتحدث اصلاح، بالعكس تبقى فرد ما كنا اصلاح، خليك جزء من المنظومه دي واصلح جواها. انا افتكر خروج الناس دي برضه من منظومه الاسلاميين فيها خلل. والله بالعكس انا افتكر انه دي جزء من الحريه المطلوبه. هم ما يعملوا حزب. شوف انا اقول لك حاجه، ولا يعملوا حزب. واحده من الاشكالات الكبيره اللي اضرت بالكيانات السياسيه في السودان من الطائفيه، العقل الطائفي الموجود عندنا حتى في الاحزاب الايديولوجيه. الزول بيفتكر انه هو في الحزب الفلاني مفترض لحد ما يموت يكون في الحزب الفلاني. نعم. يا اخي احنا في الكوره دي هلال مريخ، يعني هيثم مصطفى ده لما خلى الهلال طلع مشى المريخ الدنيا قامت وما قعدت. ليه الزول يكون في حزب واحد معناه خلاص الحزب ده كانه امتلك الزول ده ومفروض يكون معه؟ إيه انت المفروض تكون مع الحق. متى ما حسيت انه في اي مشكله انت المفروض تقول رايك بشكل فردي. يعني ما في حاجه بتخليك انه والله يعني تنصر اخاك ظالما او مظلوم بالفهم التقليدي اللي عندنا نحن، انك تظل في الوطني وتدافع عنه وتقاتل حتى لو كان على باطل. يعني عشان كده انا افتكر انه الثوره دي لما قامت واحده من الحاجات الايجابيه فيها ما كان فيها يسار ولا كان فيها يمين ولا كان فيها كده، كان فيها كميه من الاتحاديين وحزبهم مشارك، كان فيها جزء من الاسلاميين والسلطه محسوبه عليهم، كان فيها جزء من اليسار، كل التكوينات الايديولوجيه والخلفيات السياسيه كانت جزء من الثوره دي. وكانت حتى الشهداء يعني اشهر اثنين الشهيد احمد الخير كان من الشعبي. نعم. والشواني الضرب وكده كان من الشعبي. طيب. واخرين انت قلت لسنا امتداد الحركه الاسلاميه. نعم. ولن نباريهم. نعم. انت اصلا مرجعتك الفكريه حركه اسلاميه. لا انا قبل انا قلت لك حاجه مهمه جدا، انا قلت لك انا كنت جزء من التيار الاسلامي العريض، خلفيتي خلفيه اسلاميه. وكانت الواجهه السياسيه هي يعني ما حركه وطني. اسلاميه. انا عمري ما حضرت مؤتمر عام لحركه اسلاميه بايعت واحد من شيوخ الحركه الاسلاميه. ما حصل، يعني الزبير احمد الحسن ولا اللي قبله انا ما مشيت مؤتمر عام وقلت بالبطاقه، يعني انا ما تابع بحاضنه كده ده عندها بطاقه تبقى ضرور الزبير يعني لا ولا اللي قبله ولا دكتور حسن الترابي مثلا ما حصل، انا اصلا ما حضرته ولا قريت اسهاماته الفكريه. انا ما حضرت الحركه الاسلاميه اصلا هي موحده. انا من دخلت الجامعه اصلا الحركه الاسلاميه مفصوله بعد المفاصله. نعم نعم.
طيب في الإصلاح الآن هل كان في أفكار حركة إسلامية موجودة؟ الإصلاح الآن على مستوى وثيقة التأسيس هو كان وثيقته قائمة على 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 نقد العقل القديم، وكانت وثيقة ممتازة جدا. يعني وثيقة التأسيس للمؤتمر الوطني تصلح تكون وثيقة للحزب الأساسي أنا بأسس فيه قائمة للإصلاح يعني الآن. أيوة الوطني. أيوة هي وثيقة الإصلاح الآن، هي وثيقة برامجية قائمة على الدولة المدنية الحديثة، ولكن على مستوى الممارسة أثر على هذه الوثيقة وخلاها يحصل فيها بعض الانحراف على الأقل على مستوى الصورة الذهنية عند العامة، لأنه قيادات الصف الأول في الإصلاح الآن كانت هي قيادات إسلامية بحتة. يعني ما أخذكم شنو كان على المؤتمر الوطني؟ المأخذة الأساسية هي المأخذة اللي بتفقوا فيها تقريبا ما الناس بس اللي عندهم خلفية إسلامية، حتى الغير إسلامية. المؤتمر الوطني كان هو حزب حاكم، يعني حزب حاكم المأخذ فيه ما كانت مأخذ فكرية بقدر من هي كانت مرتبطة بالممارسة. الممارسة حقته كانت ممارسة فاسدة، يعني كان في استغلال للسلطة لمجموعة محددة. كانت حتى الشورى فيه ذاته أنا ما كنت جزء منه يس، لكن كنت متابع. حتى مستوى الشورى فيه كان ضيق، مستوى الممارسة فيه كان خاطئ، طريقة التعيين، طريقة إصدار القرارات، طريقة توزيع الثروة والمشاريع القومية، يعني كثير من المظالم اللي كان السبب في قيام حركات مسلحة وكان السبب في قيام حركات مطلبية، السبب فيها الحالة اللي كان واقع فيها المؤتمر الوطني بأنه هو ما قاعد يمارس الديمقراطية داخله. فبالتالي الحالة دي انعكست على أنه كثير من الأطراف اتضررت، حتى من الناس الموجودين داخل المؤتمر الوطني في ولايات كثيرة جدا اتضررت. يعني احنا عندنا مشكلة. طيب دكتور، يعني دكتور فتح الرحمن، عندنا مشكلة حقنا نعترف بها. الأحزاب السودانية كان يسار كان يمين أو وسط أي كان شكل الأحزاب، عندنا مشكلة حقيقية اللي هي إن تحاول وهي خارج السلطة تضعف من هو في السلطة. طبعا تمام، هو دي أنا أنت متفق معي؟ متفق معك. فالآن الآن يعني هنالك ما يسمى بالدولة العميقة مثلا. نعم، هذه برضو واحدة من محاولات الإضعاف. طبعا، وبعدين برضو بتستخدم هذه التعبيرات كويسة وهذه المصطلحات لإثبات عدم الفشل في الممارسة السياسية. شوف أنا أقول لك حاجة، اللي حيحصل الآن نحن بنكرر في نفس الأخطاء. يعني مثلا بعد ثورة أكتوبر، نعم، الحزب الشيوعي بعد 65 لما حصل المشكلة بينه وبين بعض التيارات وتم حل الحزب الشيوعي وطرده من البرلمان، طرد أعضائه من البرلمان 65، الحزب الشيوعي انكفى على نفسه 4 سنين وجاب مايو، عمل انقلاب ثورة مايو، جاب نميري، وبعده اختلف معه في خلافات برضه بسيطة طوالي، عمل الانقلاب الثاني بتاع هاشم العطا لحد ما انقبض عليه النميري بعد ذاك، وتضرر منه الحزب الشيوعي ضرر كبير. الآن أنا بقول لك نفس المشكلة ممكن تحصل ثانية. الدولة العميقة بيتكلم عنها دي الآن، ما خلاص ما هي قوة ميكانيكية على الأرض وعندها أعضاء ملتزمين موجودين في المؤسسات، ما انت اصلا ما حتمسكهم كلهم وتقصيهم يصبحوا برا الحياه السياسيه او الحياه الوظيفيه. وانت طيله ما هم حاسين بالخطر من السلطه الغايمه هم حيمارسوا، حينفذوا لك اللاساتيك، يعني حيعملوا على انه دولتك دي ما تنجح اذا بقت الدوله دي محسوبه على تيار محدد. عشان كده احنا دائما لما الثوره دي نجحت واكتملت كنا بنقول الاتي، نحن لنا 10 سنين بننادي بانه المؤتمر الوطني ده يمشي والانغاز لازم تسقط، لكن ما بنتكلم عن انه تسقط عشان يجي مثلا مجموعه حزبيه اخرى وتعمل تمكين لنفسها ثاني. اذا حصل ده تاكد المجموعه الثانيه برضه حترتب لنفسها، سواء كان عبر افشال الدوله الحاليه او الانقضاض عليها بانقلاب في وقت ثاني، كله ممكن يحصل. في نهايه لا حتقدر يعني تخص قوه واحده، السودان ده ما حيتحكم بقوه واحده. لابد انه عشان نبني دوله سودانيه حقيقيه مشاركه، لابد من مشاركه الجميع. المشاركه دي بالمحاسبه، لكن المحاسبه تكون موجوده. السودان ده ما لم انا حنير المحاسبه. نعم. لكن المشاركه دي هي تفتكر هنا في قيام احزاب جديده عشان يطلع من مازو السياسي؟ كله ممكن يحصل. احنا اول حاجه محتاجين، شوف السودان ده اكبر مشكله فيه في السودان ده حقيقه هي حاله الانقسام الحاد، حتى وان بعض الناس حاولوا على انكارها، حالة الانقسام الحاد ما بين اليمين واليسار. الانقسام ده دقيقة سياسي ولا انقسام نفسي؟ الانقسام حقيقي ايديولوجي ما نفسي. لا يعني ما تركيبة الشخصية السودانية. لا قبل دي في انقسام حقيقي على مستوى الايديولوجيا يمين ويسار. تحديدا الاسلاميين والشيوعيين. أكبر الايديولوجيا دي ذاتها يا دكتور فضل الرحمن. الايديولوجيا دي ذاتها في النهاية ما برضه المدلول النفسي هو أهم الأول مرتكز ليها. هل احنا كسودانيين وده في نقد التجربة السودانية
كسودانيين عندنا أزمة نفسية تجاه بعضنا البعض؟ دي مركبة تانية أنا حاجي لك. لا برضو هي الأزمة حقتنا فيها أبعاد مختلفة، فيها أبعاد غبلية تمام، فيها أبعاد ثقافية، فيها أبعاد سياسية، فيها أبعاد أيديولوجية، دي كلها موجودة. لكن أس المشاكل الأربعة دي هو الانقسام الأيديولوجي، اليمين واليسار. أي واحد بحاول يستخدم الثلاثة التانيات ديل، الاختلافات السياسية والاختلافات الثقافية والاختلافات العرقية أو الغبلية، أي واحد منهم بحاول يستخدمها لهزيمة الطرف الثاني. يعني هي بيستخدمها كأدوات، بالتالي هي حتصبح جزء من حالات الانقسام أو يعني واحدة من مقومات الانقسام، لكن بيستخدمها الطرفين ديل. وهم الاثنين ديل أكبر، أنا زي ما ذكرت يوم داك، ديل أكبر لاعبين فاعلين في نادي الانقلابات في السودان، يسار واليمين. اليسار واليمين، عشان كده الخروج بتاع السودان ده بيحصل بحاجتين. الحاجة الأولى الاتجاه لأحزاب غير أيديولوجية وغير طائفية، زي حزب اللي أسسناه نحن هسه الآن ده، اللي هي الأحزاب البرامجية. والعالم كله الآن ترك الأحزاب الأيديولوجية وترك الأحزاب الطائفية دي زمان، يعني من العصور الوسطى. الآن الناس ماشيين في اتجاه الأحزاب البرامجية، حزب الأحزاب العريقة، حزب الأمة الاتحادي. خلاص هي انت قلت عريقة شو وين يعني؟ هي قامت بدورة. نحن ما بنقول انه الليلة بكرة طوال يتم حل الأحزاب دي ونجيب أحزاب برامجية. عندها قواعد، عندها جماهير. ما خلاص الليلة مثلا انت لو جيت رجحتها يوم من الأيام برامجة، يوم من الأيام السودان ده كان فيه شنو؟ كان فيه الأحزاب الطائفية بس الاثنين، جاء بعد ذاك الشيوعيين وجا الإسلاميين كمجموعة أيديولوجية. ده تطور في اتجاه الممارسة. الآن تجي الأحزاب البرامجية، لما جاءت الأحزاب الأيديولوجية ما قالوا الطائفية خلاص نقفل بيوتهم، ظلوا موجودين لكن حيتراجعوا. إذا جاءت الأحزاب البرامجية أو نفس الأحزاب دي ذاتها ممكن تقدم البرنامج على حساب الطائفة وعلى حساب الأيديولوجيا. إذا حصل الكلام ده هم ذاتهم ممكن يتحولوا لأحزاب برامجية، يعني ركب لهم ذاتهم مكنة بتاعت أحزاب برامجية. ده واحد من الحلول. الحل الثاني لابد إنه إشكالات السودان دي يتم حلها من خلال مؤتمر دستوري أو مصالحة وطنية كبيرة مع عدالة انتقالية. يعني نخرج نحن من المسألة بتاعت إنه كل مرة نجزئ الحلول. الآن من برجوبة مثلا، قبله كان في إثيوبيا، بعد شوية مشى لمصر، الآن جاء في جوبا، بدل كان بيتكلموا عن جبهة ثورية، هي ذاتها كانت جزء من الحرية والتغيير، اللي حاكمين ديل، انقسموا منهم وعملوا من بربراون، ده كان خطأ، كان مفروض من أول يكونهم جزء من العملية بتاعت الانتقال السياسي تمت في المركز. ليه أنت كحرية وتغيير تعمل لك حكومة وبعد ذلك تجي تفاوضهم؟ أنت مؤتمر وطني؟ ما هو كان مشكلتهم مع المؤتمر الوطني. طيب، جبنا بهم كمنبر، ودي قسمت الحلول. هم ذاتهم الآن تقسموا وبيجوا بيتكلموا عن مسارات، مسار الوسط ومسار الشرق ومسار ده، تقسيم وتجزئة لحل المشكلة السودانية ما حيخلي المشكلة تتحل أبدا حتى لو جو كل من نحن حكينا في السلام. لكن نحن ما زلنا في سؤالنا، قيام أحزاب جديدة بيطلع السودان من المأزق السياسي، جزء من الحل السياسي أيضا. طيب، وتتكلم عن الأحزاب البرامجية، تكلموا الأحزاب العريقة دي ما عندها برامج، فبالتالي عندها برامج، عندها برامج، لكن هي قاعدة تتغول على البرامج المقدمة من خلال الغداسات اللي بتقدمها للطائفه او للايديولوجيا. تقول فيها ديكتاتوريات. فيها ديكتاتوريات. طيب، شنو الجديد في منفستو حزب بناة المستقبل؟ شنو برامج جايب منه للناس؟ الطرحينه جديد وتفتكر انه ممكن ياهلكم للرئاسه؟ زي ذكرت نموذج الحزب اللي بعد شهرين من تاسيسه فاز بال كويس. انا افتكر انه حاليا العالم بالمناسبه بقى عالم مفتوح، يعني الفكره بتاعت الحزب الزمان اللي عنده اتباع قديمه كلها تكون تابعاه زي ما كان في الطائفيه، او المرحله الثانيه اللي بعد اكتوبر اللي هو الاحزاب الايديولوجيه، انه والله يا اخي يكون عندهم اعضاء موثقين والفحص الامني والتفاصيل والشغل الاداري الكبير ده، المساله دي بعد ما عادت هي الطريقه بتاعت الاتصال مع الجماهير، لانه الوسائط الان ووسائل الاتصال بقت كبيره جدا. يعني انت الان ممكن تطلع في برنامج وتقدم برنامج انتخابي قبل الحمله بشهر واحد، ممكن في برنامج واحد مدته ساعه ممكن تلقى تاييد لاكثر من مليون ناخب بكره الصباح يصوتوا لك قبل العمليه ب 24 ساعه، زي ما حصل في تونس الان، حتى دوله عربيه يعني الرئيس جاء خلال ايام قدم برنامج انتخابي ومستغل، تم دعمه من تيارات قديمه كانت موجوده اقتنعت ذاتها ببرنامجه ورجحت على حساب اخرين. الان انت من خلال الاتصال الجماهيري ممكن يكون عندك سمارت هيد، حزب صغير لكن البوضع حقه ممكن يكون كبير جدا من خلال اغناع الجماهير، عكس الاحزاب القديمه ممكن يكون عندها يعني هيد كبير جدا لكن البوضع حقه يكون صغير، تاثيره بسيط، لانه التاثير ما مرتبط بعدد الاعضاء بقدر ما انه مرتبط باقناعك للجماهير من خلال البرنامج اللي انت حتقدمه، ودي اللي احنا مركزين عليه. احنا نفتكر انه الحزب مركز على انه يقدم برامج في الاقتصاد، برامج في السياحه، برامج في العلاقات الدوليه،
يعني برنامج سياسي اي زول ممكن ينتمي له، يعني ممكن الطرابيزه حقت الاجتماع حقتها يكون فيها زول يساري وزول يميني وزول يعني. انت ما قدرت تفصي عنا البرامج دي؟ لا هي ما خلاص انا هي ما حقت حلقه يعني صعب الكلام عنها في حلقه واحده. لكن الارتكاز على البرنامج الانتخابي بالمناسبه، ممكن حزب طائفي يقدم برنامج انتخابي ممتاز، ممكن حزب ايديولوجي يقدم برنامج انتخابي ممتاز، لكن يهزم برنامجه من خلال غداسته للايديولوجيا حقته. يظل السؤال الان ما قدم مثلا، يعني ده برضه في نقد التجربه، الان ما قدم من برنامج الحريه والتغيير. نعم، انا افتكر انه الحريه والتغيير الان عنده عدد من الاشكالات، ويمكن ده واضح من ان احنا لحد الان ما انجزنا في عدد من الملفات. الان واحده من الملفات الاساسيه كان السبب في هزيمه النظام البائد هي الاقتصاد. صراحه يعني عندها اشكالات كثيره الحكومه الفاتت يعني، لكن الغمه حقت الثوره اكتملت والتقوا فيها عدد من الناس من تيارات مختلفه لما بقى المشكله في الاقتصاد ومست معاش الناس. الان الحريه والتغيير في ملف الاقتصاد لحد الان ما قدمت اي حلول. في ملف العلاقات الدولية لا هي ما قدمت اي حلول، بس لانه لا ما هي ما انت ممكن تحل بلد معقد زي السودان معناها اقتصادية في بين يوم وليلة يعني. نحن طيب لسه منتظرين. انا اقول لك حاجة يا دكتور فتح الرحمن، نحن لسه منتظرين موازنة 2020. يا امير، الموازنة حتجي من وين؟ الموازنة بتجي من الحياة اللي نحن انا وانت عارفينها. يعني احنا عندنا مثلا الكونتنت حق الميزانية ده بالنسبة لنا واضح. هو الانتاج كويس، هو حصايد الصادر، هو ال 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 مثلا السيرفيس المقدمه، الخدمات المقدمه، هو كلفه الحرب. يعني في عدد من الفواتير ثابته من النظام اللي فاتت مرحله ما حصل فيها جديد. يعني الان لو جبت الميزانيه الفاتت حقت النظام السابق، انا متاكد الان اتوقع انه وزير الماليه خدت نفس الميزانيه دي وبغير فيها ارقام بسيطه في بعض الحاجات. ما عنده جديد كامل يقدر يعمله، يعني ما في ثوره حصلت على مستوى الاقتصاد تغير حاجه، صحيح؟ انا ممكن احاسب لي نظام قام له 5-6 شهور اقول له انا دارك تغير كل مشاكل الاقتصاد، لكن انا كنت اتوقع انه واحد من الاهتمامات الاساسيه تكون مرتبطه بالمشاكل الاقتصاديه عبر لجان ضخمه جدا. يعني مثلا الليله ما ممكن دوله قامت ثوره، حتى الان انا عندي مشاكل الدعم موجوده. يعني الليله لحد الان الدوله دي ما قادره تتخذ قرار شجاع في موضوع الدعم بتاع المحروقات والدعم بتاع الخبز وكده، لسه الناس واقفه صف الخبز. ما ممكن انا اكون واقف صف الخبز وانت بتبيع لي الوقود لسيارات ناس وضعهم الاقتصادي اكثر من ممتاز او ممتاز، بتبيعه لهم بسعر مدعوم 10 مرات من سعره العالمي. يعني انت ليه لما تيجي تشوف لك محطه يعني وقود، انت مع ربع الدعم، انا مع ربع الدعم مع اخذ الاحتياطات اللازمه والمعالجات اللازمه، ودي معروفه. يعني مثلا لازمه شنو يعني؟ مثلا انت لما ترفع الدعم في شرائح مستحقه للدعم المفروض يسالها، اللي هي المواصلات العامه، الوقود المتعلق بالزراعه. يعني دي الحتات انت المفروض تعمل لها معالجات. اذروايز المفروض باقي الناس ديل انت ترفع الدعم مباشره. يا رجل احنا الان انا امبارح كان معي زول جاي من بريطانيا يتكلم معي انه السعر هنا ارخص باكثر من 5-6 مرات، اضعاف من عندهم. السعوديه الان بتدعمنا بالمحروقات اقل من العالم يبقى خلاص يعني لتر البنزين. انا افتكر انه ده نوع من عدم الوضوح من الدولة مع شعبها، واحد. اثنين، لسه الآن الدولة قاعدة تمشي مثلا للخليج ولكده عشان يدعموها. أنا أفتكر حكومة بتاع الثورة حقه الاتجاه الأساسي لكن دكتور معلش عايز ترفعت الدعم عن المحروقات ما بتقدر تدعم أي حاجة ثانية. المشكلة إنه أنت اقتصادك منهار، البلد ذاتها ولازم يكون منهار. نكون واضحين، معلش نكون واضحين، ما أنت لا قادر تقدم خدمات صحية، لا قادر تقدم حتقدمها كيف وأنت بتدعم يوميا بملايين الدولارات لوقود هي محطه بتاعت الوقود بتكون يعني فيها عربات كده. يعني الدوله دي عربات كده، الدوله دي اللي رفعت الدعم عن الوقود ده خلاص حيوفر لها جزء كبير من الميزانيه عشان امشي في شرائح ثانيه. ما هي دوله ما منتجه لك. طيب ليش تكون ما منتجه؟ دوله ما منتجه. طيب ما تتحرك في اتجاه الانتاج. الان انا قاعد معاك هنا خلاص الجزيره تتحرك، معلش في اشكاليه كبيره الان ما تتحرك للانتاج. الدوله دي ميد واحده سبب من مشاكل وجه الناس، اكل نص الشعب ده هيموت. كيف يعني؟ هيموت كيف؟ ما عنده بدائل. إذا حصل شنو يعني؟ إذا رفعت الدعم؟ أيوه. ليه؟ من غير ما أنت تدعم الأشياء الثانية. لا أنت أصلاً أنت أنا بقول لك ارفع الدعم ما عشان يشيلوه يعملوا ريزيرف يعني. الدعم ده المفروض يترفع عشان يمشي لحاجات حقيقية في الصحة وفي التعليم وفي كده. ما ممكن أنت الليلة يا أمير بتدعم لك بيت فيه 4-5 عربات، بتدعمه شهرياً أي عربية ب 1000 دولار. يعني بتدعم البيت ده ب 5000 دولار. في وقت إنه في بيوت ثانية الناس بيموتوا عشان الواحد في العياده ما لاقي 50 دولار عشان يتعالج بها. نعم. خلاص المزايا دي انفير. نعم.
دي واحدة. اثنين عندك برضو موضوع العلاقات الدولية، الدولة ما مفروض تنشغل، يعني انت شغال في اتجاه الـ 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 المسائل الكلية المتعلقة برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وغيره، ده ما يعميك من انك تعالج حياتك الداخلية. نعم، نحن هنكمل الكلام ده لكن بعد الفاصل. تابعونا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. متواصلين أعزائي المشاهدين، نحن لسه في حوار آخر وضيفي الدكتور فتح الرحمن محمد فضيل رئيس حزب بناة المستقبل. دكتور فتح الرحمن، بنرجع ثاني للمنفستو بتاع حزب المستقبل، وقلت أنت عندك رؤية نقدية للبرنامج الاقتصادي وقطع عندكم حلول، وبرغم اتفاقك في أنه والله يا أخي لابد من رفع الدعم عن المحروقات. طيب أنا عشان حتى الحديث ما يؤخذ على عواهن، يعني انا اتكلم عن رفع الدعم. رفع الدعم هو جزء من حزمه اقتصاديه مفروض العميل. يعني الكلام عن رفع الدعم ما بس بكره طوال تصبح الوقود بكده والحياه بكده، لا، انه المساله دي عندها اجراءات احترازيه وعملتها دول كثيره. يعني انت، انا اقول لك حتى رفع الدعم ذاته بالمناسبه هو كلام فضفاض. يعني مثلا الناس بيتكلموا قبل شهر عن انه رفع الدعم حيحصل وجالون البنزين حيبقى ب 98، كلامهم ده كان لحد قبل شهر. الان لو تم رفع الدعم الجالون حيبقى 110، الان الدولار متحرك. نعم، ما انت هو رفع الدعم ده شنو؟ هم بيتكلموا عن انه يكون السعر العالمي للوقود، السعر العالمي الوقود الجالون مثلا ب 1 دولار مثلا بوين 3، قبل شهر كانت 98 جنيه الجالون حيبقى، اسي بعد الدولار زاد في الشهر ده حيبقى 110، فلو كان رفعوه قبل شهر ثاني حيضطروا يرفعوا الليله ثاني اذا الدولار متحرك. لان انت في النهايه هو رفع الدعم معناها يعني ردم الهوة ما بين السعر العالمي والسعر المحلي اللي انت عامله. نعم، انت دي ما بتقدر. عشان كده واحده من العوامل الاساسيه لاستقرار السلع بما فيها السعر السلع اللي انت داعمها او غيره، انك تمشي في اتجاه الانتاج وتعمل تقدر تثبت السعر بتاع العمله الصعبه اللي هو الدولار. لانه في النهايه ما انت يعني كل حياتك دي مرتبطه بك بالهارد كرنسي. خلاص الانغاز بسوء ده يوم من الايام ثبتته الدولار ده لفتره في 2 جنيه اظنه قريبا 17 سنه. ما انا بقول انه مو مستحيل لكن الفتره بتاعت الانغاز كان في نفط موجود. ما خلاص يلا انت شوف بدايل الانغاز ده لما جات كان محاصره والعالم ده كله ضده ما دفع عنها وكان ما عندها اي حاجه، مشت فتشت جاي جابت النفط بالشرق خلت امريكا كله ومشت، والحكايه دي عملت استقرار والناس دي يعني زي ما بقول واحد من النبي الغالي مره كاتب لما قال عشنا وشفنا الحلاق التركي والمطعم الشنو كده، فعلا يعني البلد كان فيها قروش. الحكايه دي للاسف الانغاز ما وظفتها، القروش دي مشت كان المفروض تمشي لمشاريع استثماريه في الزراعه في كده مشاريع انتاجيه. نعم، الليله كان وضعنا حيكون مختلف. للاسف كانت بتخط القروش دي وتصرف منها وتصرف منها كانها ما حتنتهي. لما حصل الانفصال بالطريقه السيئه اللي عملوها المستعجله دي، فجأة الدولة من النفطية تحولت لدولة ما عندها نفط. والمعادن لما جات يا يعني انت شفت طريقة عدم الحاكمية عليها، الذهب يتهرب وكده، وما زال الذهب للآن دي ورطة واحدة من مشاكل الحكومة دي. هي بتفتش للحل برا والحل عندها هنا. السودان ده الآن بالمعادن بس معدن الذهب تحديدا ومعادن أخرى يستطيع أنه يحل مشاكل السودان. يعني الذهب حتى الآن مفروض تدعم له مصافي، تدعم له بورصة، الذهب بيتهرب لحد الآن. بيمشي إذا كان بأفراد أو بغيره. حتى الان ما في شفافيه فيه. يعني اخر تقرير للحكومه اللي فاتت في سنه 2018 في الميزانيه كان الذهب بيتكلم عن 80 طن تحل مشكله اي دوله مش السودان. يعني مبلغ ضخم جدا ما بخليك محتاج ذاتك لدعم دوله ثانيه. المساله دي للاسف في ظل عدم سيطره الدوله امنيا على حدوده وعلى مطاراته ومداخله وكده بيخلي الذهب مهرب. الذهب لما يكون مهرب انت معناها ما بتستفيد منه، لانك انت المفروض اصلا تحل المشكله دي بانك تعمل بورصه عشان الزول اللي بينتج الذهب ده ما تلزمه بسعر بتاع دوله تقول له ودي بنك السودان. ما ممكن يمشي يعدن بشكل عشوائي ويموت ويطلع وكده عشان يجيب الذهب يجي يديك له في بنك السودان بسعر ودي بورصه بس هيهربوا يعني. ايوه نعم. عشان كده افتكر واحده من الحلول الان الاتجاه للمعادن، مع انه انا شخصيا اعتقد انه الذهب حسب الاتفاق العالمي للسستينبل ديفلوبمنت جولز اهداف التنميه المستدامه الذهب مفروض ما من المسائل المفروض ما تستهلك للاكل والشراب. يعني الذهب المفروض ما تعمله الا في مشروع استراتيجي
بيقول لك واحدة من أهداف التنمية المستدامة عدم استخدام الذهب والمعادن الناضبة إلا في مشاريع استراتيجية تستطيع أن تستفيد منها الأجيال القادمة. أيوه نعم. تبني لك اقتصاد حقيقي. أيوه. طيب أنتم يعني أشرتم لدعمكم الفترة الانتقالية. نحن حتى الآن داعمين للفترة الانتقالية. داعميننا. لكن مشروط طبعًا ما في دعم ساكت. طيب هل قوى الحرية والتغيير اعترفت بكم؟ أنا السؤال طبعًا بالنسبة لي ما منك أنت، سمعته قبل كده من طرف ثاني وثالث. سؤال مستفز جدًا جدًا. قوى الحرية والتغيير ما عندها الحق إنها تحترف بزول أو ما تحترف بزول. هي أحزاب سياسية. وأنا أقول لك إذا خدم الحظ فجأة لقت نفسها في السلطة. تمام؟ ونحن لما بنقول داعميننا ما داعميننا هيك أحزاب. نحن داعمين ميثاق. ميثاق موجود بين المؤسسة العسكرية وبين أحزاب سياسية تمخضت عن اتفاق بعد الثورة. وقعتم الميثاق؟ إنها تقود ما موقعين. كويس؟ ما موقعين عليه. نحن دعمنا للفترة الانتقالية بما فيها المجموعة الأمنية، السلطة الموجودة الآن دي الانتقالية دي. نحن بعد نقول داعميننا يعني شنو؟ يعني ما بنعمل لإسقاطها. تمام؟ يعني ما حنعمل انقلاب. كويس؟ نحن داعميننا إنها تنجح عشان توصلنا للانتخابات. نحن دايرين انتخابات. تمام؟ إذا فشلت في إنها تقود البلد في يوم الفشل ده محل وقفت ده تخط القلم وتعمل انتخابات ان شاء الله بعد شهر او بعد الثلاث سنة المتفق عليها. لكن في الاخر احنا اذا هي نجحت نحن بندعمها لحد تكمل الفتره الانتقاليه. المشكله الكبيره اللي وقعت فيها الحريه والتغيير ان هي كان مفروض بدت في تكوين مؤسسات السلطه بشكل مقلوب. مفترض تبدا من المؤسسه التشريعيه اللي هي ما تاسست لحد الان. كويس؟ ولا قاعد يتكلموا عنها. ومفروض تتكون بعدها المؤسسه التنفيذيه وبعد ذاك المؤسسه السياديه. مشكله الحريه والتغيير كانت مستعجله للسلطه. بدأ بالسياده. مستعجله للسلطه طوالي، كونت المجلس السيادي وكونت مجلس الوزراء وغضت الطرف تماما عن المجلس التشريعي. التشريعي اللي هو ده كان حيكون البديل، كان حيكون البديل للثوريه الشرعيه. انت مرقت من نظام شمولي عملت ثوره. الثوره دي ادتك شرعيه ثوريه، المفروض تنتقل منها لثوريه دستوريه عبر مجلس تشريعي. عشان يحكمك، وده اللي خلاهم يغيروا الوثيقه اشطبال الليله، بكره يعملوا وثيقه ثانيه، بكره يعملوا وثيقه، حتى لما معروف الوثيقه. طيب انا اقول لك كلام الشغاله. انتوا كحزب شاركتوا مع النظام البعيد، صحيح ما حزب البناة المستبقين كافراد يعني. والان الحريه والتغيير بقانون ازاله التمكين كل الوجوه كل الاسماء التي شاركت ولهم من باب التعاطف مع نظام الانغاث هي تمنعهم وفق القانون بالمشاركه. موقفكم شنو اذا تم منعكم؟ بس ما في. نحن انت هسه قبل شوي قلت حاجه، نحن حزب جديد. اذا في زول في الحزب ده عليه اي جنايه يمشي يتحاسب هو كفرد، لكن ما بتحاسب لك مؤسسه. ما في حزب بيمشي بيحاسبوه يعني. تمام؟ المؤتمر الوطني الوحيد هو الحزب اللي كان حاكم هو الحزب اللي تم حله يعني. لكن ما في حزب جديد اسس. انت حتيجي تقول والله الحزب ده زمان كان فيه زول كان عنده علاقه بالنظام. انت رايك في قانون ازاله التمكين؟ الزول ده ما كان القانون ده رايك فيه شنو انت؟ إزالة التمكين. إزالة التمكين أنا متفق معه بشروط وقلتها. اللي هي شنو؟ المفترض يتم حل الحزب اللي كان حاكم مؤتمر وطني، الحزب خلاص قامت عليه ثورة. لكن التمكين اللي بيتكلم عنه مفترض الوظائف العامة في الدولة لما أنت يكون فيها موظف حتى لو كان مؤتمر وطني إذا بتنطبق عليه الشروط بتاعة هذه الوظيفة ما عندك الحق تشيل الموظف ده أصلاً. وللاسف ده قاعد تعمل حريه التغيير ده بالقانون طبعا. ايوه. وبعد ما انت تاخذ موظف ما بتنطبق عليه المواصفات وده متفقين معاك انك تشيله المفروض تملى الوظيفه دي عبر الخدمه العامه او على الاقل عبر لجنه محايده ما بتعين ما تعين من نفسي. قاعدين يعينوا من حريه التغيير بس يعني كل الوظائف الاخيره اي زول شالوه من وظيفه بيجيبوا زول من حريه التغيير. طيب انت كده بقيت مؤتمر وطني جديد يعني انت عملت شنو؟ يعني امس محمد عصمت جايبينه بيتكلم في ولايه الخرطوم في التلفزيون بيقول نحن اي زول ما مؤمن بميثاق الحريه والتغيير حتى لو كان كفاءه ما بنجيبه. يعني قال لازم يكون مؤمن بميثاق الحريه والتغيير ولازم يكون عنده حنان ما في يعني محمد عصمت نفسه استغال يعني حتى ولو استغال هو استغال لانه عرف انه انا افتكر لاختلافات داخليه بينه وبين اللجنه لانه هو داري يعين ناس ثانيين وده داري زي اختلاف هذا المؤتمر الوطني بيناته يعني. يعني هو اختلاف شخصي بيعنيه وهو ما بيعنيه بحاجه لكن اللجنه فيها بيص وهي لجنه غير عادله يعني بتاعت التعيينات. يعني الان في دعوه لمصالحه وطنيه من مجموعه من العقلاء في السودان. ففي رايك هل هذه المصالحه الوطنيه مفترض تشمل حتى الاسلاميين؟ واذا شملت الاسلاميين تستثمر ما بعد المحاسبه ولا ما قبل المحاسبه؟ ما بعد المشاركه ولا ما بعد قبل المشاركه؟ ده سؤال مهم جدا على المصالحه. شوف انا اقول لك حاجه، احنا حضرتنا قدمنا مبادره في الموضوع ده وكل الاحزاب الموجوده الان نحن وصلناها تقريبا او اغلب الاحزاب. كويس؟ انا افتكر انه هو اصلا سونو ليتر
كويس ان احنا هنصل يوم من الايام لازم البلد دي تحصل فيها تسويه سياسيه. والكلام عن انه المصالحه تشمل الاسلامي وتشمل ده كلام اصلا ذاته ما يعني بينه وبينك يعني الناس اللي بيتكلموا به وملك انت ما بيستحق اصلا الرد عليه. ما في مصالحه بيقول تشمل قبيله كده ولا تشمل مصالحه للجميع يعني الفكر المفاوضه يعني المصالحه نعم. لكن المصالحه لازم بالتوازي. كل العالم قامت فيه مشاكل وظلامات تاريخيه زي جنوب افريقيا رواندا اي حته قامت فيها مشاكل لما يعملوا مصالحه المصالحه بتكون مصالحه سياسيه وبكون معاها بالتوازي في عداله انتقاليه. العداله الانتقاليه بتضمن على الاقل في الحد الادنى الاعتراف بالذنب والاعتذار والمحاسبه. المحاسبه ده بتعتمد على انه الطرف صاحب المظلمه يعفي ولا ياخذ حقه. اي لكن في نقطه مهمه جدا نعم. عشان برضه حق الناس انت فوليا يعني اخذت بس النموذج رواندا مثلا. رواندا المصالحه الوطنيه تمت فيه عبر القانون ما تم صناعه قانون جديد نعم. دي نقطه مهمه جدا بالمناسبه يعني ما كان في قانون جديد ما في كان في قانون. اقول لك حاجه انت متفق معي ما في قانون اقصائي. انا بدي اقول لك حاجه العالم ده كله ما في التجارب كثيره بتاعت لو مسكنا التجارب الانسانيه في المصالحه كثيره جدا جدا. امريكا دي شهدت حرب اهليه كبيره وغيرها نعم. من جنوب افريقيا برضه طلع مانديلا من السجن وعفى من الحرس اللي كان بيعذبه لا انت ماشي. القضيه هي ما قضيه انا ما داري اجيب نموذج محدد وانزله على السودان نعم. اي نموذج كان لكن في نهايه الامر اتكلم عن انه يحصل مصالحه عبر تسويه سياسيه كل الظلامات القديمه. ما خلاص انت بتتكلم مثلا عن الانغاز ظلمت وفي جرائم في دارفور في ناس فقدوا اهلهم كويس في اشخاص عندهم جرائم شخصيه ضد ناس دي جنايات شخصيه لازم يتحاسبوا كويس. برضه احنا بنرجع لورا برضه الحزب الشيوعي متورط في دماء عندنا في الجزيره ابا كويس عبر طيران يعني قتل الاف الناس في يوم واحد في ود نبابي على عمل الاعتراف بها وجزء منهم موجودين جزء من الناس اللي كانوا في اللجنه المركزيه اللي كانت جزء من الاعتراف والتخطيط للجريمه دي موجودين الان وبل هم موجودين والان منصبين نفسهم الحكم على 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 المجرمين بتاع الانغاز نعم. كل الناس لازم يحترفوا مع بعض ما في زول يقول انا والله انا ما بحترف ما في زول كبير لي كرسي احتراف كبير لازم زي لو ما فتحنا الجرح بتاع البلد دي نعم ها صدقني ممكن واحد يكون عنده نشوه انتظار الان ويقول انا بسمع للاخر لكن هو ذاته بكره حنشوفه في السجن وحيبقى نظام بايت. الان من الملفات المهمه جدا دكتور فضل الرحمن ملف السلام واضح انه الملف ده يزداد تعقيد واضح انه ماشي فيه كل مره صوت معقد اكثر من الاول. تقبيل الشتر انه الله الجبهه الثوريه وضعها كجزء من الحريه والتغيير وحصل اتفاقات اختلافات في كلام على عالما في جهود كده في ملف السلام. انتم كحزب رايكم شنو كيف يتحقق السلام؟ شوف انا اقول لك حاجه قضيه السلام دي ما لم تتم المخاطبه حقتها من خلال المؤتمر الشرق الاوسط والحديث كبير الدستور الشامل نعم. يعني الحل السياسي ده حق قضايا السودان دي كلها لازم يتم في ترابيزه واحده يعني طيله من احنا قاعدين نجزئ الحلول يعني مثلا كان في منبر الدوحه لسه في ناس ما داري يقعدوا مثلا كان في منبر الدوحه لسه في ناس ما داري يقعدوا لكن ما خلاص انا بقول لك يعني انت في النهايه لابد انك يوم من الايام المدار يقعد ده ما خلاص لكن كل الناس المؤمنين بالحل السياسي الشامل المفروض يقعدوا في ترابيزه واحده يعني مزاد انك الان تجزئ تجيب لي منبر الشرق براو تجيب لي مسار الوسط براو والان ظهر كان الخرطوم بالمناسبه ومن حقهم طبعا ما دام هي جهه بتجي براو بتاخذ حقها ياخذوا شليتهم يعني الان عندك في ملف السلام ده في حاجه الناس الان جاهلينها يعني كان في يوم الان في منبر الدوحه وجو منه عدد من الناس يعني سياسي وناس اخرين الان دير بالمناسبه هم معتبرين مع النظام البائد كويس هم برضه عندهم بعضهم عندهم قوات وعندهم اتصالات وعندهم برضه مظالم في 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 بعض اغاليم السودان انا افتكر انه لابد انه يجي من عبد الواحد لحد الحلو لحد كل الحركات الموقعه وغير الموقعه ويجي كل السودانيين اللي عندهم ظلامات قديمه اغاليم على وسط على غيره ويقعدوا في ترابيزه واحده وتدعمل مساومة يعني بتاعت مبادرة بتاعت مصالحة وطنية شاملة ويكون في محاسبة انتقالية. المحاسبة الانتقالية فرقها ما هي قضية تعرض براها وتكون عندها مرافعة خاصة تتم في إطار بتاع عدالة انتقالية كويس ويكون في اعتذار على القضايا الشكلها سياسي والقضايا الشكلها جنائي بيتم عليها محاسبات. وزي ما قلت لك الإرث الإنساني مليان فيه كثير من الجوديه وكثير من المصالحات الوطنيه في دول كثيره منها الجزائر ومنها غيره يعني. لكن الكلام ده ما بيحصل ما لم اول شيء يحصل تواضع. انا افتكر انه هسه الان
دائما انا بقول لهم والله يا اخي المصالحه الوطنيه دي بتحصل بين جاني وضحيه. لو ما بقى في جاني وضحيه ما بتكون محتاج لمصالحه، لكن دائما ما بقوم بها الجاني، بقوم بها الضحيه بعد الانتصار، اللي هو زي مانديلا بعد ما انتصر او غيره كده. في السودان الان المعني بالمصالحه هو المجموعه اللي بتمثل الضحايا، اللي هي سلسله الحريه والتغيير بعد الثوره، تعتبر هي ممثل للضحايا من ظلامات الانغاز، وهم الان هي المجموعه المنتصره. اذا مشت في اتجاه التشفي والاخصاء هنا بغيب دور المصالحه وبتتحول هي لمجموعه ظالمه اخرى، وديك حترتب صفوف وتجي مره اخرى. واذا تحولت لمجموعه عندها حس وطني يعني عالي، حتحاسب الناس الجنات وحتعمل مصالحه على مستوى السياسه وعلى مستوى المجتمع. بالمناسبه المصالحه محتاج لها المجتمع السياسي بس. الان الـ 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 الانقسام الحاد بدل انه كان على مستوى السياسي والايديولوجي، هو وصل حتى ضرب جزء من المجتمع، الحركه الاجتماعيه، وده خطر جدا. نعم، لما يصل المرحله الكلام انت كبير ذكرت نقطه مهمه جدا في فتره الرحمن، اللي هو البدايه المعكوسه في استكمال هيكل الحكم بالمجلس السيادي ثم التنفيذي، غياب التشريع. تقديرك لغياب المجلس التشريعي الان وتاثيره على العمليه السياسيه في الفتره الانتقاليه؟ شوف انا اقول لك حاجه، هو ما عنده اي مبرر غير انه الحريه والتغيير دائره تبرد اضانا من المجلس ده، السلطه التنفيذيه والمجلس السيادي الاثنين مع بعض هم جسمين معنيين بالتنفيذ. نعم. هم جسمين المجلس التشريعي معني بمحاسبتهم. نعم. تغييب المجلس التشريعي هو بالمناسبه اعطاء سلطه مفتوحه للمجلس التنفيذي والمجلس السيادي انه يعملوا اي حاجه من غير من غير من غير ضابط بتاع ايقاع، اللي هو المجلس التشريعي. جبت كلمت عن موازنه 2020 وانت قلت انت مع رفع الدعم، لكن بوجود اصلاحات معه قبل. رؤيتكم في اخر محور في قضايا العداله، محاكمه الرئيس البشير. نعم. كنت مع ولا ضد؟ انا مع طبعا، مع محاكمه البشير ومع محاكمه اي زول. طيب مع تسليمه للجنايه؟ لا. ليه؟ انا اصلا ما محترف بالمحكمه الجنائيه الدوليه. افتكر انها محكمه سياسيه عملت للافارقه والناس اللي زينا دي يعني. طب فتح الرحمن تفتكر انه لو قامت الانتخابات بتفوزوا؟ لو قامت انتخابات حقيقيه. حقيقيه يعني شنو؟ حقيقيه يعني اول حاجه السلطه الموجوده الان ما تمكن لنفسها زي المؤتمر الوطني. وتعمل الان مجالس تشريعيه لمحاسبتها وتفتح الباب لنقدها، يعني الكلام بتاع انك اي زول ينتقد الحكومه الحاليه دي معناه هو من الحكومه القديمه او عنده علاقه بالنظام البائد، حتى لو كان عنده بون علاقه خالص. افتكر ده عقليه مقصود منها تكميم الافواه. انت سيم بدايه الحلقه نفيت علاقتك كامله بالنظام البائد. نعم طبعا. وانك ما عندك علاقه بالاسلاميين. لا انا كحزب، اما كخلفيه انا خلفيتي اسلاميه ما بنكرها يعني. نعم لا، خلفيه اسلاميه، حركه اسلاميه، وانت ما عندك بها علاقه. ايوه ما عندي بطاقه ولا جزء من حزب ولا كتبت في عضويه. وزاد انا رايي انه ما المفروض يكون في حزب اسمه اسلامي ذاته، الاسلام ده ما عنده حزب. نعم. أيه. انا شاكر لك دكتور فتح الرحمن محمد فضيل رئيس حزب بناة المستقبل، كثر خيرك. الله يخليك، وانا سعيد بهذا اللقاء واتمنى انه نتقابل في لقاء اخر ان شاء الله، وهذا يفيدنا المشاهد ان شاء الله تعالى. اذا عزيزي المشاهد الكريم، كان حلقتنا اليوم في حوار اخر، المشهد السياسي كسرت الاحزاب، مع دكتور فتح الرحمن محمد فضيل رئيس حزب بناة المستقبل. لحد ما نتقابل في حوار اخر، هذه عطر تحياتي وتحيا الفريق العامل. السلام عليكم ورحمه الله.